السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة، تحديدا تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وأفكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة. هدفي من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية، أخلصكم من أي طاقات سلبية داخلة بتشعروا بيها وبتأثر على حياتكم وبتأثر على مجالكم الطاقي. النهاردة موضوع الحلقة موضوع مهم جدا جدا جدا، عايزاكم تتابعوا كل كلمة بقولها بدقة شديدة. لازم نعرف شيء مهم جدا جدا جدا، ان احنا في اثناء شعورنا بمشاعر الحب بنحس تذبذب في المشاعر، بنلاقي فيه تذبذب في المشاعر، والتذبذب المشاعر ده بيعمل لنا تساؤل داخلي، ايه اللي حصل لي ده؟ مرة أشعر بالحب ولذة الحب والاشتياق للشخص، ومرة ألاقي نفسي الشخص مش فارق معايا وعادي بالنسبة لي. وأنا بقول لكم إن هذا التذبذب الطاقي في المشاعر من أهم علامات ودلائل الحب، إن الطرف الآخر بيحبك. طب هيجيلي سؤال، إزاي تذبذب المشاعر ده من علامات الحب أو بيدل على الحب؟ انا عايز اقول لكم ان هو مش بيدل على الحب، ده من اقوى الدلائل كمان ان الشخص الاخر بيفكر فيه، ودليل قوي جدا جدا. وامشوا معايا واحدة واحدة كده. يعني انت مرة تحس بمشاعر لذة الحب وشغف وتبقى فرحانة جدا جدا، ومرة تحسي ان انت لا الشخص مش فارق لك، ومرة تحسي بخنقة، ومرة تحسي بألم، ومرة تحس ان انت الشخص عادي بالنسبة لك وما عدتش بتشتقي له ولا اي حاجة. ايه هذا؟ ايه اللخبطة اللي انا فيها ده؟ وهل ان لو بحب الشخص هتبقى مشاعري على طول مشاعر حب؟ طب ليه بيجيلي مشاعر الخنقة ومشاعر الضيق ومشاعر خلاص ان الشخص مش فارق معايا وانا خلاص انا مستبيعة ومش عايزة الشخص، او بمعنى اصح بتحسي بخنقة واكتئاب من هذه العلاقة، ومن كتر التفكير في الشخص بتبقى عايزة ان عقلك يوقف فعلا تفكير، وتبقى عايشة في جسد بلا تفكير، من كتر التفكير بيجيلك اكتئاب من هذا التفكير وقلق وتوتر وخانقة، بتبقى مخنوقة من نفسك وعايزة تتخلصي من هذا التفكير. حتى لو الحب بيحسسك بالاشتياق واللذة الحب، لكن انت بتبقى متضايقة من هذا التفكير. احب اقول لكم ان دي طاقات وصل لكم من الطرف الاخر، وصلت لمجالكم الطاقي، علشان كده حسيتوا بهذه المشاعر المتغيرة من حب الى لا مبالاة الى اكتئاب الى قلق الى تفكير مستمر. لما الشخص بيكون بيحبك جدا ومشتاق لك جدا وعايش مشاعر الحب، بيبعت لك طاقات، الطاقات دي بتوصل لك هنا، انت بتحس ان انت منسجم جدا وحاسس بلذة الحب وجمال الحب ومستمتع بالحب، حتى لو ما انتش عارف شعور الطرف الاخر تجاهك، انت بتبقى عايش فرحان كده ومبسوط ومنسجم من هذه العلاقة. هنا الطرف الاخر بيبعت لك طاقات، وبيبقى شعوره احساسه نفس شعورك ونفس احساسك، علشان كده بتحس بهذا الشعور. فجأة تصحى نفسك تلاقي تاني يوم الشخص عادي بالنسبة لك، او انت حاسس بقلق وعايز تعرف شعور الشخص وعلى طول زعلان وعلى طول بتبكي. هنا برضو الطرف الاخر بيكون حاسس بنفس هذه الاحاسيس، عشان كده بعت لك هذه الطاقات. الطرف الاخر بيكون حصل له اشتياق كبير جدا جدا ليك، ومن شدة الاشتياق قلب عنده الى توتر، عايز يعرف مشاعرك باي طريقة. برضو بتوصلك هذه المشاعر، مشاعر القلق والتوتر والتساؤل،
بتحس هنا بقى بلخبطه، ان الحب قلب معاك للخبطه. لا انا كنت فرحان وسعيد امبارح، ايه اللي حصل لي النهارده؟ انا حاسس باكتئاب، حاسس بتساؤلات كتير جدا، انا مش مرتاح، في حاجه قلقاني وتعباني، وعايز تعرف شعور الطرف الاخر، وتحس ان انت متضايق، ما انتش مستحمل كلمه من حد، صداع مستمر. كل دي طاقات واصله لك من الطرف الاخر. الطرف الاخر بيرسل لك اللي هو حاسس بيه وانت بتحسه. احنا ربنا خلقنا متوازنين طاقيا، فلازم تعرفوا ان هذا التذبذب في مشاعر الانسان مش بيجي من فراغ. احنا في الطبيعي بنكون في وضع الاتزان الطاقي، الانسجام مع الكون، علشان نقدر نعمل وعلشان نقدر نعبد ربنا لازم نكون متوازنين على المستوى الروحي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي او البدني. طيب لو في حد عنده خلل في اي نوع مش هيعرف يمارس حياته صح. فربنا خلقنا معظم البشر على وضع توازن طاقي معين، مزاجنا بيبقى معدول، مزاجنا بيبقى منسجم مع الكون. لو حصل اي تأثير خارجي حوالينا فتلاقي مزاجك يتغير، ولو حصل اي تغير طاقي في مجالنا الطاقي فبرضو بتلاقي مزاجك يتغير، وحالتك النفسية وحالتك المزاجية بتتغير من المجال اللي حواليك، سواء اشخاص او سواء طاقات ومشاعر بيرسلها لك اشخاص. في المشاعر اللي بتحس بيها تجاه الاشخاص ده بيكون دليل قوي جدا ان في شخص بيرسل لك طاقات معينة بتؤدي الى شعورك مرة بالسعادة وباللذة العلاقة، ومرة تحس ان انت مش فارق معاك الشخص، ومرة تحس ان مودك كويس، مرة تحس ان لا انت مش مستريح لهذه العلاقة وعايز تخلص نفسك من هذه العلاقة. في تذبذب طاقي في المشاعر وتذبذب طاقي في الاحاسيس اللي بتشعر بيها يوميا، ممكن يكون يوميا، ممكن يكون اسبوعيا، شهريا، على حسب تفكير الشخص الاخر فيك. من هنا نستنتج ايه؟ ان احنا لما نكون حاسين براحة وحب وشوق من الشخص الاخر، تأكد ان الشخص الاخر بيفكر فيك ومستلذ ايضا بهذه العلاقة وبمشاعر الحب معاك، وبيرسل لك طاقات. ولما فجأة تلاقي نفسك متوتر وحزين وحاسس ان ملكش نصيب في هذا الشخص، او حاسس بضيق واختناق، هذا الشخص برضو بيبقى بيرسل لك طاقات انه مفتقدك وزعلان وحزين من فراقك. هذه المشاعر الطاقية اللي بتسيطر عليك كليا بتقلب كيانك غصب عنك مش بمزاجك. هذه طاقات دخيلة، لازم تعرف ان دي طاقات دخيلة لمجالك الطاقي، تستشعرها وتحس بما تحمله لك من طاقات ومن مشاعر، سواء لذة حب او الم وفراق وقلق وتوتر من العلاقة وحزن وبكاء شديد. وهنا انت مش بتقدر تغير المشاعر اوتوماتيك، يعني مش بتحس بالحب وفجأة تقول لا انا مش هحس بالحب انا متضايق. لا، انت لما شعور الحب بيجيلك غصب عنك، شعور البكاء بيجيلك غصب عنك، انت مش بتتحكم فيه. وطالما انت مش بتتحكم فيه يبقى دي طاقات دخلت لمجالك الطاقي وانت استشعرتها وحسيتها. لازم تعرفوا ان مجالك الطاقي هو عامل زي الترمومتر، ترمومتر بيقيس درجة المشاعر اللي بتوصل لك من الاشخاص الاخرين، بينذرك وبيعرفك ان فيه هناك شخص يفكر فيك، في شخص، ومش شرط مشاعر حب، ممكن توصل لك مشاعر كره، مشاعر غيرة، مشاعر عدم تقدير، مش شرط مشاعر الحب، كل المشاعر بتوصل لمجالك الطاقي. ممكن في شخصية معينة انت حاسس ان هي غيرانة منك، في شخصية معينة حاسس ان هي بتحسدك، في شخصية معينة حاسس ان هي مش بتقدرك مع انك على طول بتقدرها واقف جنبها،
كل المشاعر اللي بتحسها صدقني صحيحة. كل ما تشعر به خلال إدراكك الحسي وتحس به من مشاعر صدقني بيكون صحيح 100%. فاحنا هنا امشي ورا إحساسك، امشي ورا إحساسك، صدقني 99% بيكون إحساس الشخص بالمشاعر اللي وصله له بيكون صحيح تماما. أي حد عنده استفسار ياريت يسيب لي سؤال في التعليقات، أنا برد على التعليقات على قد ما اقدر، وسايبه لكم رابط جروب الواتس في الديسكريبشن.